تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، عندنا فريق هيئة الصحة في دبي، وعندنا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. ويسعدني أني يشاركني اليوم في التقديم أختي وزميلتي آمنة العلي. أهلا فيك دكتورة، وصباح الخميس الونيس. صباح الخميس الونيس، ومعاكم في التقديم الدكتورة هند العوضي. مستمعينا، من خلال برنامج صحة وسعادة أذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام الآتية 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا مستمعينا، قبل ما نبدأ حلقتنا نذكركم أن تطعيم لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر في هيئة الصحة في دبي، ومن ضمن الفئات اللي احنا نوصي أن ياخذونها هم أصحاب الأمراض المزمنة، سواء كانوا يعانون من السكري، أمراض القلب والشرايين والكبد والكلى، هذول كلهم احنا نعتبرهم من أصحاب الأمراض المزمنة، وحتى اللي يعانون من السمنة أيضا هم ينعتبرهم من أصحاب الأمراض المزمنة. نعم كذلك دكتورة، أيضا نذكر المستمعين بأماكن تواجد لقاح كوفيد-19، واللي هي مركز زعبيل الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز البرشة الصحي، ومستشفى حتى، وكذلك مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف. كل تمنياتنا للصحة والسلامة لجميع مستمعينا الأعزاء. وفي هاي الحلقة راح نتحدث عن آخر أخبار الصحية والعالمية والعلمية، وأيضا راح نتحدث عن آلام أسفل الظهر. اليوم راح نتحدث عن السنة الجديدة وكيف إحنا نقدر نحسن من أنماط الحياة الصحية عندنا في هاي السنة، وناخذ خبرنا الأول مع آمنة. طبعا خبرنا اليوم هو تساؤل، ما هو سبب تشقق زوايا الفم؟ وقال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن تشقق زوايا الفم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير. وأوضح المركز الألماني أن الأسباب البسيطة لتشقق زوايا الفم تتمثل في نزلة البرد وجفاف الهواء في الغرفة المدفأة في الشتاء، ونقص المعادن والفيتامينات، خاصة نقص الحديد والزنك. أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في العدوى البكتيرية، مثل العدوى بالمكورات العقدية، والعدوى الفيروسية كالهربس، والعدوى الفطرية مثل العدوى بفطر الخميرة كانديدا. وطبعا من الأسباب الخطيرة الأخرى لتشقق زوايا الفم داء السكري وأمراض المناعة الذاتية والأمراض الجلدية كالتهاب الجلد العصبي والحساسية. وطبعا لهاي الأسباب والأسباب الخطيرة والأسباب العادية ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تشقق زوايا الفم.
طبعا هذا كان خبرنا لليوم. وردنا استفسارين عن طريق البث المباشر. الأول كان عن طريق الرسائل النصية. في أحد الأخوة يقول أنه يواجه إشكالية في الحصول على موعد أخذ اللقاح عن طريق التطبيق هيئة الصحة، فإحنا ننصحهم إذا أنتم صارت لكم إشكالية في التطبيق بإمكانكم الاتصال على رقمنا الموحد 800-342، وعن طريق هذا الرقم يقدرون يأخذوا لكم الموعد اللي يناسبكم. وكذلك دكتورة وردنا استفسار آخر من خلال برنامج البث المباشر بخصوص مبنى الأخصاب الجديد، ونقول لهم طبعا استفسروا بخصوص المركز هل تم افتتاحه أم لا. فجاوبتهم الأستاذة هناء طحوار مدير مركز الأخصاب بأن من المقرر الانتقال لمركز دبي للأخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي في مدينة، طبعا هو موجود الحين في مدينة دبي الطبية، وسيتم الانتقال إلى منطقة الجدة في المبنى الجديد خلف مستشفى لطيفة خلال هذا العام. وطبعا دكتورة يعتبر هذا المشروع، مشروع مركز الأخصاب، من المشاريع الاستراتيجية للهيئة بما يضمن تقديم الخدمات من خلال صرح طبي مصمم جديد ضمن أعلى المعايير العالمية لتقديم خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب. طبعا احنا ما عنا صبر نشوف افتتاح المركز الجديد، يعني اكيد راح يكون مركز جدا مميز عامنا. نعم طبعا دكتورة الناس تتساءل لان ما شاء الله المركز، طبعا عنوان اسم المركز وشكل المركز خلف مستشفى لطيفة صار واضح للناس. جميل جدا. فالناس طبعا اكيد تمر وتشوف تقول شو هالمركز الجديد تم افتتاحه ام لا، فاحنا نقول لهم ان شاء الله مركز الأخصاب سيتم افتتاحه خلال هذا العام بإذن الله. ومن الرد على استفسارات أعزائنا المستمعين ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا، بتكون معانا عبر الهاتف زميلتنا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ أول شيء أحب أقول خميس الونيس اليوم، وإن شاء الله أتمنى من الجميع يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع، والأهم الأهم أخذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية. يعني الناس قاموا يتحرم، يعني ما قاموا يأخذون إجراءاتهم الوقائية، وهذا شيء ملاحظ فيه. فنتمنى يعني إن هاي مسؤولية الجميع الالتزام، حتى الأشخاص اللي أخذوا التطعيم ما زال عليهم لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل مستمر. يعني فهذا جزء من مسؤوليتنا كنا يعني كأفراد وكل شخص فينا. فإن شاء الله يستمتعون، سيروا استمتعوا وعيشوا حياتكم، لكن أهم شيء صحتكم وسلامتكم لازم تخلونها أولوية وسلامة اللي تحبونهم. النية هنا لي بعض الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، كان يوم أمس مجموعة من الشخصيات والمسؤولين اللي تلقوا التطعيم الخاص بفايزر بيونتك، وهم اللي تم وضعهم في قناة الصناعي خلفان اللي هو رئيس تنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل، وأيضا سعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع. أيضا من ضمن الأشياء اللي تم وضعها الأسئلة اللي كانت وصلنا بما أنه كان موسم إنفلونزا الفترة الماضية، الجميع يسأل عن موضوع هل إذا أخذت لقاح الإنفلونزا المنسوية هل يمكنني أخذ لقاح فايزر بيونتك؟ والإجابة اللي نحن حطيناها نعم، لكن لازم يكون في فرق 4 أسابيع بين وقت اللي هو أخذ تطعيم الإنفلونزا وتطعيم كوفيد. أيضا من ضمن الأشياء اللي فعلا تفرحنا لما نشوف تجاوب الجميل من الجمهور اللي يأخذون التطعيم يصورون يبعثوننا في قنوات التواصل الاجتماعي، التجاوب هذا جدا جميل، ونتمنى أيضا نزيد الوعي وننصح الجميع بأهمية أخذ التطعيم عشان صحتهم وسلامتهم وسلامة اللي حولهم. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، كانت معانا وعطتنا آخر الأخبار والمستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالفعل اللي ياخذ لقاح الإنفلونزا بإمكانه أن ياخذ لقاح كوفيد-19، لكن يكون بينهم فترة زمنية قدرناها ب4 أسابيع، وهذا مش عشان أي مش عشان لقاح كوفيد فقط آمنة، هذا لأي لقاح ثاني. إحنا ليش نحط
فترة الأربعة أسابيع بين اللقاحين نعطي الجسم فترة كافية عشان يكون الأجسام المضادة ضد اللقاح اللي عطيناه أول مرة، فهو يحتاج فترة زمنية عشان يكونها، لذلك احنا نحطي فترة 4 أسابيع إلين ما نعرف الجسم على اللقاح الجديد آخر. نعم دكتورة، الصراحة هذا الجواب سؤال يعني منطقي، يعني مو بس 4 أسابيع كذي يعني بالضبط. هل يعني أقصد جواب اللي السؤال اللي يدور في أذهان الناس بالضبط. إن ليش نصبر 4 أسابيع بالضبط على اللقاح الثاني؟ فالدكتورة ردت عليكم اليوم مشكورة. بالضبط، إحنا نبي نعطي الجسم فترة زمنية عشان يكون هاي الأجسام المضادة اللي هي بتساعدنا إن نحارب الفيروس إذا لا سمح الله رد ودخل لجسمنا. نعم، وطبعا دكتورة قبل ما نطلع الفاصل نذكر المستمعين، يمكن في ناس يسمعونا وما يعرفون ان هناك فئات مستثناة من تطعيم كوفيد-19 واللي هم الحوامل والمرضعات وكذلك المصابون بأمراض نقص المناعة والأطفال دون سن 18 سنة والنساء اللواتي يخططن للحمل خلال الفترة القريبة، يعني تقريبا خلال 3 أشهر. نعم، واللي لديهم حساسية شديدة دكتورة من أي لقاح أو طعام أو دواء أو مادة أو يعني كانوا يحملون حقنة الإدرينالين معهم. هي معناته أنهم يوم يشيلون حقنة الإدرينالين معناته هم عندهم حساسية شديدة من شيء معين، فهاي تعطي فكرة للطبيب أنه ترى عنده حساسية من شيء معين هو مو عارف شو هو بالضبط. طبعا دكتورة هناك مثل ما عرفت أن أسئلة معينة يتم أن السؤال المتعامل قبل ما ياخذ تطعيم كوفيد-19. هي هذه الأسئلة عشان احنا بعد نتأكد ان هل هو يستوفي الشروط والمعايير اللي حددتها الشركة ان يناسبهم هذا التطعيم او لا. وحتى هاي الفئات المستثناة في الوقت الحالي هم مستثنين، لكن يمكن مع تطور الأرقام والدراسات اللي بتطلع لنا يمكن يكون في تحديث جديد يكون عليها ان شاء الله. هاي كانت فقرة السوشيال ميديا وشوية مستمعين حدثناكم عن تطعيم كوفيد-19. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع قسم جراحة العظام. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. اليوم بنتحدث عن قسم جراحة العظام في مستشفى دبي. احنا نعرف انه يقدم العديد من الخدمات المتميزة للمرضى من مختلف الفئات العمرية باستخدام احدث التقنيات والحلول الذكية، وايضا من خلال الكوادر الطبية المؤهلة والقادرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية. يسعدني ويشرفني يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور ياسين موفق، أخصائي أول جراحة عظام في مستشفى دبي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. دكتور لو شوي تحدثنا عن الخدمات اللي يقدمها قسم جراحة العظام في مستشفاكم. نعم، فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها القسم، يتعامل القسم مع فئتين عمريتين وهما فئة الأطفال وفئة البالغين وكبار السن، حيث يعمل في القسم مجموعة من الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين المؤهلين علميا والمتدربين وفق المعايير العالمية. فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها القسم بخصوص جراحة العظام للأطفال، يقوم القسم بالتعامل مع مختلف حالات الالتهاب للعظام والمفاصل المختلفة وعلاجها وفق أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى علاج المشاكل الخلقية والتشوهات مثل خلع الورك الولادي وتشوهات الأقدام على سبيل المثال للحصر. أما ما يتعلق بجراحة العظام للبالغين وكبار السن، نتعامل في القسم مع مختلف الإصابات الرياضية مثل إصابات الركبة
إصابات الغضاريف والأربطة الصليبية للركبة وإصابات الكتف وغيرها من المفاصل. يجرى في القسم كذلك عمليات استبدال المفاصل كاستبدال مفصل الورك ومفصل الركبة والكتف وباستخدام أحدث المفاصل ومن مناشئ عالمية رصينة. في الآونة الأخيرة تم إدخال بروتوكول حديث يتمكن المريض من خلاله من المشي في نفس يوم العملية أو اليوم التالي وخروجه من المستشفى بوقت قياسي. نعم دكتور، حبينا نعرف منك أيضا عن الخدمات. طبعا مثل ما ذكرت خدمات جدا متقدمة تقدمونها في بخصوص جراحة العظام مستشفى دبي. حابين نعرف دكتور شو هي التقنيات والإمكانات المتوفرة في هذا القسم؟ نعم، فيما يتعلق حقيقة في بالنسبة للبروتوكولات أو بالنسبة للإمكانيات الموجودة، يجرى في القسم جراحة المناظير للركبة والكتف والكاحل باستخدام أحدث الأجهزة المتوفرة عالميا. وبالنسبة إلى عمليات تبديل المفاصل، المفاصل المستخدمة طبعا هي مفاصل من مناشئ عالمية رصينة وتجرى العمليات وفق أحدث الطرق والمتبعة في مختلف دول العالم. ومثل ما حكيت سابقا تم إدخال بروتوكول حديث يتمكن من خلال المريض من المشي في نفس يوم العملية أو اليوم الثاني وخروجه من المستشفى بوقت قياسي. كما يجرى أيضا في القسم عمليات تقويم العظام للأطراف السفلى. بالنسبة للأطراف السفلى كعظم الفخذ وعظم الساق. نعم، هذه هي يعني خلينا نقول خلاصة الخدمات اللي يقدمها القسم فيما يتعلق بالنسبة للمرضى كبار السن وللأطفال. طبعا هذا إنجاز أن المريض يقدر يمشي يعني على طول بعد العملية، هذا يعتبر من الأشياء جدا مهمة يعني في عمليات جراحة العظام دكتور، فهذا شيء يعني أكيد التقنيات اللي تستعملونها جدا حديثة ومتطورة أن تسمح للمريض أنه يقدر يمشي بعد العملية بفترة وجيزة. دكتور، بما أنك تكلمت عن قسم العظام بمستشفى دبي، في تساؤل عند الكبير والكثير من الناس بخصوص خشونة الركبة، حابين نعرف منك دكتور بشكل مختصر عن أسباب وأعراض خشونة الركبة. نعم، بالنسبة لخشونة الركبة أو داء المفصل التنفسي، من ناحية الأسباب أو حتى يكون المصطلح علمي أدق، أو خلينا نقول العوامل المؤدية للمرض، هي عوامل عديدة على رأسها الأسباب الوراثية، فهذا أولا. تقدم العمر هو سبب آخر أو عامل آخر، السمنة المفرطة وزيادة الوزن، إصابات المفاصل كالإصابات الرياضية السابقة أو الكسور اللي تكون حوالين المفصل قد تجعل المريض يعني أكثر عرضة للإصابة بخشونة المفصل، بالإضافة إلى الأعمال الحرفية الشاقة. ويلاحظ أنه أغلب هذه الأمراض أو هو داء المفصل التنفسي يكون عادة عند النساء يكونون أكثر عرضة من الرجال. هل في سبب معين لهذا الشيء دكتور؟ لا يعني لا يوجد، هذه هي حقيقة العوامل الملاحظة. يعني لا يوجد سبب معين. نعم، وبخصوص الأعراض، عادة المريض يشفي من آلام في المفصل وانتفاخات، وفي الحالات المتقدمة يشفي المريض من تشوه في المفصل ومحدودية في الحركة. هذا باختصار من ناحية الأسباب والأعراض. هل في مجال أن احنا مثلا ننصح مستمعين أن كيف يقدرون يقون نفسهم من خشونة الركب؟ الوقاية بصورة عامة، يعني خلينا نقول هو نحاول نتجنب العوامل المؤدية للمرض، مثل السمنة المفرطة وتجنب الإصابات اللي قد تؤدي إلى كسور في داخل المفصل أو حول المفصل.
هناك عوامل حقيقة لا يمكن التأثير عليها مثل الأسباب الوراثية أو تقدم العمر، هذه اللي حقيقة لا يمكن تفاديها. طيب دكتور، إذا هو يمارس الرياضة هل هذا الشيء ممكن يقيه بعد من خشونة الركب ولا؟ الحقيقة يعني ممارسة الرياضة هي مهمة جدا للحفاظ على تماسك المفصل وتجنب الحوادث الإصابات. لكن أحيانا الرياضة نفسها إذا كانت الرياضة عنيفة أو شديدة أو تتضمن حمل أوزان مفرطة في أوضاع خاطئة، هذه قد تكون تأثيرها عكسي على المريض. وهل هاي الأجهزة الرياضة المشي هذه دكتورة تأثر على خشونة الركب ولا؟ إذا كان المريض عادة مصاب بخشونة في الركبة والخشونة هذه لنقل متوسطة أو متقدمة، عادة ننصح بالتمارين التي لا تتضمن حمل وزن. أوكي. يعني لا تتضمن حمل وزن الجسم. يعني فمثلا بدل المريض يستعمل مثلا التريدميل أو جهاز المشي، ممكن يستعمل السيكل الواقف مثلا. أيوة. الدراجة الهوائية الواقفة أو الدراجة الهوائية المتحركة، السباحة مثلا. شفنا العديد من الرياضات في الماء بعد يسوونها. نعم بالضبط، اللي هي هذه ليش؟ لأنه تخفف من وزن الجسم وتخفف من الوزن على المفصل، وننصح المريض أيضا بتجنب الرياضات اللي تؤدي إلى الضغط على الركب مثلا. يعني نعم، تحميل وزن على المفصل كالجري مثلا أو الرياضات العنيفة. لازم هم يعرفون مثلا إذا يحملون أثقال الوضعيات الصحيحة إنه طبعا يعني طبعا. والمدرب الصحيح اللي يعلمهم الوضعيات الصحيحة، مش عشان ركبهم بس عشان جميع المفاصل في جسمهم. أكيد ولازم يحملون الوزن يمكن المناسب ويختارون بالضبط الرياضة اللي تناسبهم، مو بس بالضبط. نعم، وحسب عمر المريض وحسب حسب عمر الشخص وحسب إذا كان هناك مثلا أمراض سواء كانت متعلقة بجراحة العظام أو أمراض باطنية أخرى. دكتور، هل في نصيحة أخيرة توجهها لأعزائنا المستمعين بخصوص خشونة الركب؟ والله بالنسبة لل يعني أحب أوضح الـ 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 العلاجات بصورة عامة، العلاجات المتوفرة. عادة ما يكون العلاج تحفظي في الحالات البسيطة والمتوسطة. أوكي. كتخفيف الوزن وتمارين تقوية العضلات واستخدام المسكنات أو بعض الحقن. وفي السنتين الأخيرتين قمنا بإجراء حقن الخلايا الشحمية لمفاصل الركبة أو ما يعرف بالخلايا الجذعية، ويتعتم من الطرق الحديثة في العالم للتعامل مع حالات خشونة الركبة. هاي الطريقة أمي جربتها دكتور، يعني صراحة ارتاحت عليها كثير. الوالدة كانت من ضمن الناس اللي سووا هاي الإجراء اللي أنت تحدثت عنها. نعم فهذه طبعا هي طريقة بما أقول تحت التجربة وعلى دراسات في العالم ومستمرة. فيما يتعلق بالحالات المتقدمة واللي لا تستجيب للعلاج التحفظي، قد نلجأ إلى تداخلات جراحية مختلفة مثل عمليات التنظير أو قصف تعديل العظام أو تبديل المفصل بشكل كلي أو جزئي. دكتور ياسين، شكرا على وقتك الثمين والمعلومات جدا قيمة، يعني الحديث معك جدا ممتع ومفيد. شكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا على الاستضافة وبارك الله بكم. شكرا دكتور. كان معانا الدكتور ياسين أخصائي أول في جراحة العظام في مستشفى دبي. مستمعينا، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع آلام أسفل الظهر. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا أعزائي المستمعين، نحن مستمرين بفقرات برنامجنا لليوم، والحين معانا فقرة العلاج الطبيعي والرياضة. وطبعا تعد آلام أسفل الظهر من المشاكل الصحية اللي يعاني منها الكثير من أفراد المجتمع، ولها الكثير كذلك من الأسباب. وللحديث عن هذا الموضوع
يسرنا تكون معنا الأستاذة إيناس محمد طاهر، ممارس علاج طبيعي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة إيناس. صباح النور، بشكرك كثير على استضافة ضيفنا اليوم ببرنامجك، وشكرا كثير على توعية المجتمع بألام الظهر وبأهمية الرياضة في الحياة اليومية. نعم طبعا أستاذة إيناس، إحنا آلام أسفل الظهر هذا شيء جدا شائع، متى ممكن نحن نحس أن هاي آلام الظهر هذه شيء مو طبيعي ونحن لازم يعني نلجأ للعلاج الطبيعي، وشو هي أسبابها في البداية؟ أسباب آلام أسفل الظهر هي متشعبة وكثيرة، بس بشكل عام فينا بنقدر نحكي أنه بداية هي بتبدأ ميكانيكية في كثير من المرات، ميكانيكية بمعنى طريقة الجلوس، طريقة الحركة، طريقة القيام بالأعمال اليومية بتأثر على الظهر بطريقة معينة. شغلة ثانية، ممكن يكون في سبب عضوي نفسي بنفس الظهر، أسفل الظهر، أو ممكن آلام تستمك، يعني آلام بتأثر على الجسم كامل من أعراضها آلام أسفل الظهر، فهو موضوع كبير فما بيبين بالضبط غير وقت ما يكون في فحص لمنطقة أسفل الظهر طبعا من خلال طبيب المخصص لهذه المشكلة. نعم وكذلك دكتورة، مثل ما يعني لها أسباب، هل لها أعراض معينة ولا فقط يعني إذا حسينا بألم أسفل الظهر يعني هذا هو عرض هذا المرض؟ مشكلة أسفل الظهر مش دائما ممكن العرض يبلش من أسفل الظهر، ممكن يبلش بألم في القدم أو ألم بسميه راديكولوباثي، يعني ألم بتسمع في الركبة في الظهر، ممكن تسمع في القدم، بس بشكل عام بتبلش بأسفل الظهر، وإذا ساءت الحالة ممكن ينزل الألم للقدم أو للركبة، فمش بس بأسفل الظهر، بس في حالات معينة ببلش الأسفل الظهر، ممكن يكون ينزل على قدم اليمين أو اليسار أو على الطرفين بنفس الوقت حسب سبب ألم الظهر. نعم وطبعا مثل ما قلتي إذا هذا هو السبب وإحنا لازم نعرف وين بالضبط الألم. أستاذة إيناس، كيف الوقاية من هالشيء؟ الوقاية طبعا لازم الواحد يحاول يعيش حياة صحية، حياة نشطة، يعني يكون يتحرك بس يتحرك بطريقة موزونة، يعني إذا كان مثلا يعمل عمل مكتبي يكون يحاول يكون جالس على الكرسي نفسه يكون كرسي صحي، ما يجلس ساعات طويلة متواصلة، كل نص ساعة يحرك يغير حركته، يتحرك شوي يرجع على المكتب مثلا وقت ما بده يطول شغلة من الأرض يتحرك ينزل بركبه ما ينزل بظهره، ما يثمر ظهره، يحاول يحمي الظهر قد ما بيقدر، وطبعا القيام بتمارين الرياضية اليومية على القليلة من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع، هذا كله بيقوي عضلات البطن وعضلات الظهر وبيحمينا من آلام أسفل الظهر. المحافظة على الوزن السليم، كل ما كان الوزن قريب للمثالي كل ما بتحمي ظهرك من السترس الغير مرغوب فيه اللي بيأثر على أسفل الظهر. نعم وطبعا هاي نصائح عامة وجهتيها لآلام أسفل الظهر، بس حابين نعرف منك في الأخير أستاذة إيناس الخدمات اللي أنتم تقدمونها بخصوص العلاج الطبيعي للأشخاص اللي يعانون من آلام أسفل الظهر. احنا الحمد لله عندنا في مستشفى دبي في قسم العلاج الطبيعي الطب الطبيعي والتأهيل، في عندنا اطباء التأهيل متخصصين في الكشف عن هاي المشاكل، وعندنا ايضا ممارسين علاج طبيعي مختصين بالعلاج. من ضمن الخدمات اللي بنقدمها هي الموداليتيز او اللي هي وسائل اللي هي عن طريق الكمادات الحارة، العلاج اليدوي، التمارين الرياضية، طبعا بعد تمارين العلاجيه الرياضيه بعد ما يتم فحص المريض بشكل مفصل، وكل مريض مشكلته حتى لو كان كلهم عندهم الام اسفل الظهر كل مريض مشكلته بتخصص غير عن المريض الثاني، فبعد يعني الاسسمنت بعد فحص المريض بشكل تفصيلي بيتم علاجه ووضع خطه علاجيه معينه لكل مريض. نعم وطبعا هاي كانت
مجمل حديثنا عن آلام أسفل الظهر أستاذة إيناس محمد طاهر، ممارس علاج طبيعي بهيئة الصحة بدبي. شاكرين لك هاي المعلومات القيمة، وشاكرين لفريق عملكم المتميز بمستشفى دبي. تسلمي، الله يخليك، وشكرا كثير على استضافتنا في برنامجكم الكريم. شكرا لك. طبعا آلام أسفل الظهر آمنة جدا، يعني شائعة خصوصا للي يشتغلون ساعات طويلة في مكاتبهم، أو للي يسوقون بعد ساعات طويلة في سيايرهم. فإذا كانوا يعانون من هاي الآلام، في بعض التمارين يقدرون يسوونها، في بعض الأشياء اللي تنحط على الكراسي أو في الكراسي في السيارات وفي المكاتب يقدرون، وضعية جلوسهم بعد ممكن تساعد. وإذا تفاقم الوضع بإمكانهم دائما استشارة قسم العلاج الطبيعي عندنا في هيئة الصحة، سواء كان مستشفى دبي أو مستشفى راشدة وغيره. بالضبط دكتورة، والحين حتى إحنا ننصحهم إنهم يوم يشتغلون في طاولات حتى الحين جديدة يقول لك ترتفع، ممكن تشتغلين وأنت واقفة، فالعلم ما زال يعني يتطور حتى في موضوع المكاتب. إن شاء الله بنشهد أيام أفضل وأيام عمل يعني فيها حركة ونشاط إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ومن آلام أسفل الظهر راح نتحدث عن تحسين أنماط الحياة الصحية في السنة الجديدة. راح نتحدث اليوم شوي آمنة عن السنة الجديدة وكيف راح نحسن من أنماط حياتنا الصحية اليوم. يسعدني ويشرفني أني أستضيف معي عبر الهاتف اليوم الأستاذة شيرينة اللوتا، مثقف صحي أول في هيئة الصحة. صباح الخير شيرينة. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء حابة أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا وعليكم. شكرا على استضافتي دكتورة هند. طبعا اللي ما يعرف من أعزائنا المستمعين أن شيرينة لوتا إحدى موظفاتي المتميزات عندنا في قسم التعزيز والتثقيف الصحي. وشيرينة، لو تحدثين مستمعين شوي شو نقصد بنمط الحياة الصحي؟ طبعا الحياة الصحية تكون الحياة المبنية على عادات يومية، ممكن تكون عادات بسيطة أو تغييرات بسيطة بس تساعد الشخص على الشعور بالنشاط والصحة وقلة الإجهاد والتوتر، لأن كلنا نمر بضغوطات وتوتر، فإحنا لازم نتبنى حياة صحية تساعدنا بالشعور بالنشاط وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض. طبعا الحياة الصحية دائما تكون متعلقة بالأكل الصحي، الرياضة، النوم، شرب الماء، وهم الصحة النفسية. وطبعا حابة أقول إن هالسنة فرصة إذا عندكم أهداف صحية، مثلا تخفيف الوزن، زيادة اللياقة، ممكن إن نحققها بهالتغييرات البسيطة. لو تحدثين، أنت ذكرتي عدة محاور عن نمط الحياة الصحي، لو شوية نتحدث عن الغذاء الصحي ودوره في تعزيز صحة الجسم. أوكي، الغذاء الصحي شيء وايد أساسي. ممكن البعض يشوف أن الالتزام بالأكل الصحي أمر مبالغ فيه أو ممل، بس هو شيء أساسي لازم نسويه عشان نحافظ على سلامة الجسم ويقي الإنسان من الأمراض ويعطي الطاقة عشان يقدر ينجز حياته اليومية بدون الشعور دايم بالإجهاد والتعب. وبنفس الوقت الطعام الصحي يساعد على تحسين النفسية. شلون الواحد ممكن أنه يبتدي يعدل أكله؟ أول وأهم شيء أنه يحط له جدول، فيحط له جدول ويلتزم فيه. إذا الواحد عنده جدول مثلا شنو راح أكل اليوم، شنو راح أكل باكر، فما يصير فيه أنه أوكي لا أنا بطلب أكل غير صحي أو باكل الموجود. في جدول ويلتزم فيه مثل الروتين. الشغلة الثانية بالضبط، والشغلة الثانية اللي ممكن يسويها إن تناول الخضار والفواكه يعني بكميات، لأن هالشيء يأكد الشخص إنه توصل للفيتامينات اللي هو محتاجها. بنفس الوقت يعطي طاقة. ممكن إذا إحنا ما نقدر مثلاً ناكل كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، شنو نسوي؟ نشرب عصائر فريش، بس أهم شيء تكون من غير شكر. في العصائر اللي تكون green juices، يعني خضرة وفواكه بس. أيوة. نكهة الفواكه تحسن من نكهة العصير بالضبط، فهذا وايد له فوائد.
والشغلة الثانية أن الشخص يبتعد قد ما يقدر عن السكر والدهون، يعني ما أقول أنه يقطع هالأمور 100%، بس أنه يحاول قد ما يقدر ياخذ healthy choices بالأكل. جميل. يختار الأكلات اللي مفيدة أكثر، ويبتعد عن المعلبات، ويكون تركيز أكثر شيء على الأكل الطازج والغير مصنع. طبعاً في شيء مميز أنت سويتيه عنا في القسم عنا شرينا إحنا، يعني وقت السناك يعني استبدلتي السناكات الغير صحية، يبتي لنا أشياء يعني في حياتنا ما فكرنا أن إحنا يمكن نجربها عنا في المكتب. فهذا الشيء أنا أنصح فيه الجميع، يعني المستمعين اللي يشتغلون لساعات طويلة في مكاتبهم، أن بدال ما تلجؤون للأشياء الغير صحية مثل الشيبس والشوكولات والها، تستبدلونها بأشياء صحية موجودة وبعد تكون لذيذة يعني ومغذية. شو هي الأشياء اللي أعطتكم إياها شيرين؟ خبروا المستمعين، خبرينا عرفتينا على شو بالضبط. يعني بدال الشيبس والشوكولات مثل ما ذكرت الدكتورة، قمنا ناكل مثلا جزر وخيار ويا حمص، شمندر، زيتون، يعني أشياء لذيذة لما تاكلينها ويا بعض كسناك، وبالفعل تشبع وبنفس الوقت تمدنا بالطاقة. حلو، جميل جدا. لو الحين ننتقل من الغذاء الصحي، تحدثينا شوي عن الرياضة وكيف احنا نقدر، يعني ليش الرياضة مهمة عشان احنا نحافظ على صحتنا ولياقتنا؟ اوكي، الرياضة اهم شيء اساسي اذا الواحد حاب انه يتبع نمط حياة صحي. الاغلب ممكن يقول انه ما عندي وقت اروح جيم، او ما يفضل يروح جيم، ما يفضل يسوي رياضة. الحل هني شنو؟ انه يلقى نشاط في حركه وبنفس الوقت يستمتع فيه، ما يستمر رياضه. مثلا ممكن ان كره القدم، يمارس الرياضه نفس كره القدم، سباحه، تنس، سياسل. الحين اذا لاحظت كل من قاعد يمارس هالهوايات لان الجو حلو، خصوصا ان الجو حلو الحين، لازم الواحد يستغل هالشيء ونعود اعمارنا على الحركه وعدم الجلوس لوقت طويل. حلو، سياكل ساعات أنا وشرينا يعني بتشوفونا إحنا في الممشى أنا وهي في بعض الأوقات يعني، وناوين نجرب رياضة جديدة أمنا، يعني خليني أجربها وبعدين بخبركم عنها إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله نعطيكم تجربتنا عنها. ننتقل للصحة النفسية شرينا. الكثير ينسى أن لما نتكلم عن أنماط الحياة الصحية يقول أكل ورياضة، لكن ينسون شيء جدا مهم اللي هو صحة الشخص من الناحية النفسية. لو شوية تحدثين عن هذا المحور. بالضبط، مثل ما ذكرتي ممكن تغيب فكرة الاهتمام بالصحة النفسية عن الكثير، بس نقدر نقول أن الصحة النفسية مهمة وضرورية نفس ضرورة صحة الجسد. بالضبط. ليش؟ لأن لها تأثير على جميع أجهزة الجسم. مثلا يوم الشخص يتوتر، شنو يبتدي الجسم يسوي؟ يبتدي يفرز هرمونات كردة فعل لهالتوتر. هني تبتدي تطلع مشاكل نفس الصداع، الإرهاق، اضطرابات بالنوم، مثلا قلة النوم أو النوم الزايد. فكل هالأشياء شنو تسوي؟ تأثر على صحة الإنسان. فوايد مهم إن الواحد يتعامل ويا التوتر والقلق والضغوطات الحياة بصورة سليمة، ما يتجه اتجاهات مثلا كالغضب أو الاكتئاب. شنو مثلا كيف يقدر يتعامل ويا ضغوطات الحياة بصورة سليمة؟ التأمل مثلا، اليوغا، الاسترخاء بشكل عام، ممكن إنه يمارس الهوايات اللي يحبها، القراءة، يقدر يتحدث مع الأصدقاء أو العائلة. المهم الأشياء اللي تحسسها بالسعادة وشوي يفصل عن ضغوطات الحياة. فهذا الشيء وايد مهم أن نخصص وقت حق أعمارنا عشان نخصص من الضغوطات النفسية ونهتم بصحتنا النفسية بشكل عام. نعم طبعا أستاذة شيرين، الحديث معك جدا شيق، وحبيت صراحة فكرة الجدول اللي نمشي عليه ونلتزم فيه عشان ما نهمل يعني أي جانب من جوانب الغذاء. حلو أن بداية الأسبوع دكتورة نحط لنا جدول ونمشي عليه، وفكرة السلطة إن شاء الله صراحة أنا أمس مودي حق الموظفين عندنا سلطة شمندر واستمتعنا كلنا ما شاء الله فيها بركة لكل كلمة منها. فيعني حلو نغير شوي في نمط حياتنا مع السنة الجديدة، نستبدل الأشياء اللي ممكن تكون
ضارة. فحابين اليوم نختم طبعا حلقة يوم الخميس معاك وتعطينا نصائح لأفراد المجتمع مع بداية العام الجديد لتحسين نمط حياتهم. طبعا نصائح اللي أقدر أقولها أن سووا تغييرات بسيطة، مثلا شربوا وايد ماي، وأخذوا هالنصيحة أن ينسوا أكثر وتحركوا أكثر، ينسوا أقل وتحركوا أكثر. مو بالعكس، ينسوا أقل وتحركوا أكثر، لأن النصيحة هذه وايد بتفيدكم إذا تبعتوها بشكل يومي. هم حاولوا تسووا لكم روتين صحي التزموا فيه. وآخر نصيحة حابة أوجهها لكم، لا تيأسون لو ما وصلت للنتيجة اللي تبونها، لأن كل شيء يباله وقت لما تكون تغيير. نعم، شكرا على استضافتي. شكرا لك. كانت معنا شيرين الوتا، يعني أنا جدا فخورة بإني استضفناك معنا اليوم عبر الهاتف. أستاذة شيرين الوتا مثقف صحي أول، شكرا على وقتك الثمين ونصائحك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وطبعا دكتورة الصراحة مثل ما قالت شيرين، حبيت الجملة يلسوا أقل وتحركوا أكثر، خذينا منها معلومات جدا قيمة. ومثل ما قالت أيضا، تغيير بسيط يعني ممكن يكون هو السبب للتغيير الأكبر. يمكن اللي اليوم يسمعنا ويحس عمره متكاسل أو يبي هالبوش دكتورة الدفعة البسيطة هاي، نقول له في البداية نحاول كلنا ننصح نفسنا وننصح المستمعين أن نكثر من شرب الماء كخطوة أولى، وبعدها مثل ما قالت نحسن من نمط الغذاء، وبعدها أيضا ننتقل للرياضة والصحة النفسية. صراحة فقرة جدا متكاملة دكتورة، استمتعنا مع الأستاذة شيرين. هي يعني نقدر يعني نحاول نلخص اللي هي قالت، أن نسوي تغييرات بسيطة، نستبدل الوجبات الغير صحية في دوامنا بشيء صحي. إحنا كذي غيرنا من نمط الغذاء عنه، خصوصا في فترة جدا مهمة اللي هو فترة دواماتنا اللي هي 7 ساعات. بعدين شوية يعني نتحرك أكثر ونقعد أقل، إحنا كذي زدنا من الطاقة الحركية عنا وبدينا نسوي رياضة سواء كانت عنيفة أو غير عنيفة، إحنا تحركنا أكثر واهتمينا في صحتنا النفسية وعرفنا بعض التقنيات عشان إحنا نخفف من التوتر. أشياء صغيرة مثل هذه بنهاية السنة بنشوف إن كان لها وزن ثقيل في نهاية السنة، لأن شيء على شيء وبالفعل يطلع الإنتاج جدا منجز يعني، وتحسين إنك بالفعل أنجزتي. نعم دكتورة، الخطوات الصغيرة هاي بتودينا نهاية العام إن شاء الله بإذن الله إلى أهداف أكبر ونتائج أفضل مع نهاية العام بإذن الله. بإذن الله. مستمعين الأعزاء، أتمنى أنكم استفدتوا ولو بالقليل من معلوماتنا اللي قدمناها لكم اليوم. وقبل ما أختم حلقتنا بقدم كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا المبدع نمر محمد، وكل الشكر لزميلتي آمنة علي. شكرا، يعني الوقت معاك جدا جميل يا آمنة. نعم شكرا لك أنتي دكتورة، الصراحة استمتعنا اليوم في الحلقة. الحلقة دائما تكون ممتعة فيها استفادة كبيرة. وطبعا ما ننسى نذكر المستمعين بالمراكز اللي توفر لقاح كوفيد 19. ستة مراكز يعني مختارينها بعناية. نعم. أولا مختارين مستشفى حتى، لأن السكان اللي ساكنين في ذيك المنطقة، اخترنا المزهر واخترنا ند الحمر في ديرة، وأيضا اخترنا مركز أبتاون الموجود في مردف المركز اللياقة الطبية، واخترنا البرشة، وأيضا بعد نسيت شيء آمنة ولا مركز أبتاون برشة دكتورة ما شاء الله نسيت زعبيل. طبعا كل المراكز الصحية متوفرة على امتداد إمارة دبي، نوفر لهم اللقاح في كل مكان دكتورة. ونتمنى طبعا ننصح المستمعين بأخذ اللقاح، لأن اللقاح أمان واطمئنان. شكرا أعزائي المستمعين، كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.